كابتن احمد منورنا هنا في اخبار اون تايم، برحب بيك. لك لينا، وعايزه يعني ابدا كلامي بان فخر لينا كلنا وفخر للمصريين كلهم الاداء المشرف اللي عمله المنتخب. لعب تقريبا 4 نهائيات 120 دقيقه، مجهود عالي جدا، ولكن كانوا رجال وكانوا على قد المسؤوليه، وكان ممكن جدا جدا ماتش ضربات الجزاء ترجيحيه او ضربات الحظ الترجيحيه يعني في صفنا ونكسب ونرجع بالبطوله. لكن الحمد لله يعني ما يقللش من الاداء الرجولي وما يقللش من الكفاح والانكار الذاتي الواضح جدا بين اللاعبين وبعضهم والجهاز، وحاجه جميله جدا، وعايزين نبني على كده ونقول للناس ما يعني ما فيش وقت غير للدعم وغير للاستمرار. كابتن احمد، هاخد من كلام حضرتك يعني قبل ما ندخل اكتر في تفاصيل المباريات، خلينا نتكلم عن ابو جبل. السيناريو بتاع ابو جبل في البطوله كان مختلف شويه، جاله كورونا، ما كانش هيسافر، كان حارس بديل، شناوي اتصاب تالق، وانا بالنسبه لي ان هو رجل البطوله. اكيد الناس كلها كانت قلقانه شويه من ادائه بعد اصابه الشناوي، لكن اللي حصل كان انا بالنسبه لي مفاجاه، كان على قدر المسؤوليه. امبارح احنا شفنا البوستس اللي نازله على الكاف بمندي ان الحارس اللي كسب احسن حارس في البطوله، كل الناس من جميع الجنسيات قد ايه كاتبين ان لا ده كان يستاهل ان جاباسكي ابو جبل هو اللي كان يبقى احسن حارس في البطوله. راي حضرتك ايه في الكلام ده، وشايف اداء ابو جبل الاستثنائي ازاي في البطوله؟ لا طبعا ابو جبل مر بمراحل كتيره، يعني خروجه من البطوله العربيه ودفاعنا عنه ان هو يكون موجود لازم وموجود ضروري، والحمد لله الناس يعني تركت الخطا الشاسع دوت الخطا الفظيع ودخل ابو جبل. وقبل ما يسافر كان برضو عندي لقاءات وقلت ابو جبل مهم جدا جدا. ابو جبل عمل بطوله استثنائيه فعلا، وعمل اعجاز في عدد التصديات والثبات العالي ودوره الكبير في تأهلنا للنهائي، لأن هو كل مرة بيمسك ضربة الجزاء أو 3 ضربات جزاء بيوصلنا للنهائي. فأبو جبل أنا من وجهة نظري الشخصية إن هو أحسن لاعب مش أحسن حارس. أحسن لاعب في البطولة هو أبو جبل طبعا، والكاس طبعا معروف بقى، أنا مش بتكلم يعني الرعاة واسم كبير وشيلسي و حارس العالم، لا احسن حارس في العالم لو كان مندي هو اللي بيقولوا احسن حارس في العالم، فانا بقول لا ابو جبل احسن حارس في العالم لو كان احسن حارس في العالم. طبعا عنده سلم مستيك الماتش اللي فات، الكره بتقع من ايده عادي جدا، قلنا هنا برضو عنده اخطاء كتير جدا، بونو ما ظهرش ظهور اللي احنا شفناه في الدوري الاسباني، بلحي كوفي كلهم اقل بكتير جدا من مستويات حراس مشروع قبل ما يتعوض برضه في اداء بطولي. ابو جبل كمل باداء اعجازي واستثنائي، فطبعا مبروك لمصر يعني حراسها ومدربينها، يعني طبعا مش عايزين ندخل دور كابتن عصام الحضري اللي هو اتعرض للمواقف دي كتير، واتعرض ان هو يلعب ضربة الجزاء، واتعرض ان هو يكون تحت الضغوطات دي، فاكيد مصدق ان الاولاد الهدوء اللي هم كانوا فيه ده سهل جدا جدا جدا. كابتن احمد، داخلين على مرحله مهمه جدا، يعني خلاص مباراتين مع السنغال، شفنا قد ايه السنغال طبعا فريق قوي جدا، بس جدا احنا جدا كمان كمصريين اقوياء، واعتقد عندنا الروح والعزيمه اللي تخلينا ان احنا نقدر نعمل مباراتين اقوياء جدا. عايز حضرتك توجه رساله للمنظومه الرياضيه قبل المباراتين دول، سواء مدربين سواء لعيبه، كل المنظومه الرياضيه. انا بس يعني عايز اقول للناس اللي قاعدين في الاستوديوهات والمحللين والناس اللي هم المنظرين، قصدي في طبعا محللين رائعين وواقعيين ومنطقيين وكل حاجه، لكن في برضه ناس بتبقى مفوره شويه وبتتجوز، لكن احنا عايزين الناس كلها تدعم، وعايزين ندي برضه الراجل وقت شويه قبل المباراه اذا كان مأجل المباراه ولا حاجه من الدوري عشان يبقى عنده وقت اكتر. في بعض الحاجات ان في فيديو ديفرنس رهيبه بيننا وبين طبعا لازم نشتغل عليها، ومفيش حاجه مستحيله، يعني هم فرقه كبيره جدا ولازم نعمل حسابهم. يعني ميرسي جدا يا كابتن احمد ملاجي، نورتنا هنا في اخبار اون تايم، وشكرا جدا، ودايما دايما بتمتعنا كده بارائك الفنيه.